عهد جديد تعيشه ما تسمى بمناطق درع الفرات، اي الاراضي السورية التي باتت خاضعة لهيمنة الجيش التركي. هذه المناطق التي فرض عليها ان تنسلخ عن وطنها سوريا في رمضان لبدء الصيام مبكرا يوم الاربعاء مع تركيا، الدولة التي تجاوزت سيطرتها على شمال سوريا المفهوم العسكري الى الاداري والسياسي. فبعد تحرير هذه الاراضي من داعش على يد الجيش التركي مع فصائل سورية معارضة موالية له، عاد الاستقرار والهدوء الى المنطقة، وعلى الفور عملت الحكومة التركية على تقديم المساعدات الغذائية والطبية والتعليمية للمنطقة. لكن هذا الامر تحول تدريجيا الى فرض تنسيق اداري يحار كثيرون في تسميته، مع اعلان الرئيس التركي اردوغان العمل على تعيين وال لعفرين وقائم مقام للباب وجرابلس وعزاز، يتبعون جميعهم اداريا لوالي انطاكيا، تزامنا مع افتتاح فروع للبريد التركي وبنك حكومي في جرابلس. التقارير الاخبارية في القنوات الاخبارية التركية لا ترى حرجا في تسمية جرابلس الولاية 83 لتركيا من خلال تقاريرها عن النفوذ التركي في المدينة. اعلان رمضان برمزيته يكشف الكثير من الامور المستقبلية في هذه المنطقة التي انسلخت بصيامها هذا العام عن بقية الجسد السوري، والصورة تعكس ما هو اكبر من ذلك بكثير.